شكرا دكتور محمد العزب، ومرة ثانية شكرا لاستضافتي هنا النهاردة في القاهرة في جمهورية مصر العربية للتحقق من مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، خمس أرقام قياسية يتم محاولة كسرها، منهم أربع أرقام محاولة كسرها للمرة الأولى، ومنهم رقم الخامس اللي هو محاولة كسر رقم موجود. الحد الأدنى لتحقيق هذه الأرقام القياسية هو 250 شخص يتم تسجيلهم في الفحوصات في مدة 8 ساعات. ولكسر الرقم الحالي اللي هو الأكبر عدد من الأشخاص سجلوا الإجراء فحص سرطان الثدي هو 2000 شخص الحد الأدنى. قبل ما أبدأ بإعلان النتائج عاوز أقول شكراً للجهات المنظمة، شكراً دكتور محمد العزب، إن تم الالتزام بالقواعد والشروط بدقة. السؤال هو هل لدينا رقم أو أكثر من رقم قياسي جديد النهاردة؟ بالنيابة عن كنس الأرقام القياسية يمكنني أن أعلن عن الأرقام اللي تم رصدها. هنبدأ بالرقم القياسي الأول واللي هو عدد الأشخاص المشاركين لإجراء فحص سرطان البروستاتا. الحد الأدنى هو 250، النهاردة تم تسجيل 258 شخص. الرقم الثاني المشاركين لإجراء فحص سرطان الرئة، الحد الأدنى 250 شخص، النهاردة عندنا 265 شخص. الرقم القياسي الثالث عدد الأشخاص المشاركين لإجراء فحص سرطان عنق الرحم، الحد الأدنى 250 شخص، النهاردة عندنا 277 شخص. والرقم القياسي الرابع عدد الأشخاص المشاركين لإجراء فحص سرطان القولون، الحد الأدنى 250 شخص، النهاردة سجل معانا 299 شخص. الرقم القياسي الخامس والأخير هو العدد الأشخاص المشاركين لإجراء فحص سرطان الثدي، الرقم أو الحد الأدنى هو 2000 شخص، والنهاردة سجلنا 2015 شخص. مما يجعل وزارة الصحة والسكان الحامل الرسمي الأوحد على مستوى العالم للخمس ألقاب الموجودة معنا النهاردة. والله حاجة تفتح يعني تفتح الجبس يا دكتور محمد، الشهادات شكلها حلو جدا، المجهود اللي اتعمل مجهود حلو جدا. برجع تاني لأكد بقول بشكر كل واحد ساعدنا على ده، بشكر الصحة، بشكر الدكتور دين قباز، ما وزفت لو طب بين قطاش بالنسبه لي. تفضلي يا دكتور، تعالي تفضلي شرفينا يا فندم. دكتور محمد